عندنا موضوع له ابعاد اقتصاديه. امبارح استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي جو كايزر الرئيس والمدير العام التنفيذي لشركه سيمنز العالميه، والدكتور رولاند بوش نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس اداره الشركه. الاجتماع تناول استعراض الاتفاق النهائي لقيام الشركه بانشاء منظومه متكامله للقطار الكهربائي السريع، وده هيكون في مصر باذن الله باجمالي اطوال حوالي 1000 كيلو متر، وهيكون على مستوى الجمهوريه. تكلفه المشروع هتوصل ل 360 مليار جنيه، وده هيبدا بالتنفيذ الفوري لمشروع الخط اللي هيربط مدينه العين السخنه بمدينه العالمين الجديده، مرورا بالعاصمه الاداريه الجديده. وهيتقسم خط القطار الكهربائي السريع ل 15 محطه بطول 460 كيلو متر، ومن المفترض انه مده تنفيذه هتستغرق سنتين، ويمكن قبل سنتين كالعاده زي ما احنا متعودين. وان شاء الله يعني تشوفوا كده كل ما هو جديد، ومشروع اكيد هينقل مصر نقله عظيمه ونقله كبيره جدا ان شاء الله. تعالوا معانا نروح نشوف فيديو لسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي هو بيستعرض تفاصيل المشروع، ونرجع نكمل كلامنا. اسمحوا لي ان انا اوجه لكم كل التقدير والشكر لشركه سيمنز على تعاونها معانا في هذا المشروع الضخم، وعلى العرض اللي قدمته لينا بالفعل. هذا العرض من حيث السعر ومن حيث المواصفات اللي هتعطى، من حيث حتى التوقيت، احنا بنتكلم على مشروع مرحلته الاولى فقط من السخنه للعالمين. احنا بلورنا تماما المشروع كله، وبنتكلم على ان احنا نقدر ننفذه سنتين. انا بقدر السعر اللي قدمته شركه سيمنز، لانها لتاني مره، اول مره قدمت سعر عظيم وخدمة عظيمة لمصر في مشروع المحطات الكهربائية بتاعت سيمنز، والنهاردة هي بتكرر نفس الأسلوب معانا، نفس العطاء أو نفس الهدية. فأنا بشكرها وبقول لهم طبعا نحن نثق فيكم ونعتمد عليكم وبنشكركم. أنا بتكلف المشروع هيتكلف تقريبا 360 مليار جنيه خلال سنتين، هيتعمل طبقا ل اقصى المعايير العلميه والتكنولوجيه والفنيه في كل شيء. مره ثانيه انا بوجه الشكر لكم للسيده المستشاره ميركل على دعمها لينا، وطبعا بشكر الشركه مره ثانيه، واحنا كنا نتمنى ان احنا نخلصه في سنه ونص، لكن طبعا احنا مش هنضغط لان ده امر مش يسير. شكرا جزيلا. Thank you very much. Thank you very much Mr. President. This could be the spirit of Egypt. Thank you. هذا المكت انما يمثل روح مصر الوثاقه. Fast. سريعا. Modern. حديثه. And always world class negotiation. ودائما مفاوضات على اعلى مستوى. انا بشكرك. I thank you.